السلام عليكم. خدمت واحد الكوزينة وبغيت نشارك معكم هذه الخدمة. بدات فيها واحد الفكرة اللي أغلب الناس محتاجينها، حيت من كيسالي كيبان ليه العيب اللي غتخلي ليه. هذه الكوزينة فيها الليفي وماكينة التصبين ولاقين هابط قادوس ديال الفيدونج، وفيها السخان الغازي وكذلك كاين البلافو ديال القبص. بغيت نعطيكم فكرة شاملة شنو كاين. غادي يبان لكم بيبي اير خضر كاين تما، هذيك الجعبة فيها الماء ما بغيتش نقطعها. كما كتعرف المعلمية خاصهم الماء، القباص والتريسيان والبلومبي، وهذه وصيتي ما تقطعش الماء على الحليفية من الأفضل. وخلي حتى تسالي لانستالاسيون جديدة تقطع وخلي الماء في جديدة. هنا غتكون ماكينة التصبين ديال الملابس، ربما أول مرة غتشوف حليفي مغربي غيديرها وبهذه الطريقة. استعملت لابواط ديال التريسيان هاد الماركة، وانت تقدر تستعمل اللي بغيتي، مثلا طابلو ديال الضوء او الماء حسب اختيارك، لكن يكون الحجم صغير. غادي تدخل فيها الماء والفيدونج وبهذه الطريقة امامك في الفيديو. والسبب علاش درتها هذا سؤال. كاين بعض الكليان كيدير الطابلة ديال المطبخ فيها 60 سنتيم في العرض، وكما هو معروف الغسالة فيها 60 سنتيم حتى هي. اذا كان روبيني ايكير وكود ديال الفيدونج وراها، غتخرج على طاولة المطبخ، وهذا هو العيب اللي ما يبغيش الكليان، وهذا هو الحل اللي عنده هي هذه الفكرة. بالنسبة للابوند ديال القادوس كاين سنتيم ونصف المتر. لاكين ديال الكوزينة فيها قادوس ديال المية وكيلوت، وخاصنا نعطي بريديكسيون الكوزينة بوحدها والغسالة بوحدها. جبت ريديكسيون ثقبة وحدة فيه غير 50، وثقبت بالسيكلوش في جنبه قادوس ديال 40، وهكذا دات كل فيدونج بوحدو. بالنسبة للبيبي اير جبت البارد من الحمام، حيت تما كاين لاريفي، وديت تسخن الحمام في البلافو كاين السقف. بالنسبة للكوزينة عندنا روبيني سوطابل، وخدمت بالفيدونج بالخمسين. كما كتعرفوا الليفيات جداد كيكون فيهم السيفون ديال الخمسين، وطبعا باعت بين الجعاب البارد والسخون. بالنسبة للشوفو غادي يكون ديال الغاز، طلعته الفوق باش يجي مقاد مع البلاكار، وغادي ندوز مازال تيو ديال التريسيانا اللي غادي يدوز فيه تيو ديال الغاز. نخليكم دابا مع السدورات كيف خدمتهم. الماكينة مزيانة والسلعة حتى هي، داكشي علاش خرجت السدورة زوينة. تحياتي، وما تنساش تعطيني رأيك في التعليقات.